لقد كسر قلبي برحيله. ليست جملة عاطفية وجدانية فحسب، فهنالك ما يسمى متلازمة القلب المنكسر، بروكن هارت سيندروم. هي نوع من اعتلال عضلة القلب يظهر على أنه ضعف مؤقت ومفاجئ لجزء محدد منها، نتيجة آلام عاطفية شديدة أو معاناة بعد فقدان أحد الأحبة، سواء من خلال الموت أو الطلاق أو الخيانة أو القلق أو الفراق. أعراض المتلازمة: ألم في الصدر، ضيق في التنفس وخصوصا في الليل، حالة من الوهن أو الضعف العام. التعرق والدوخة في بعض الأحيان. الخفقان، أي الإحساس بنبض القلب. المتلازمة تكون قاتلة في حالات نادرة، ومعظم الذين يعانون منها يتعافون سريعا بدون آثار طويلة الأمد. تؤثر في نسبة من النساء أكثر بكثير من الرجال. يصاب بها من 2-3% من سكان العالم. على المريض تغيير نمط حياته وتعلم التعامل مع المواقف الصعبة. يساعد الأسبرين في الشفاء ويحد من المضاعفات. إذا كنت ممن يعاني الألم العاطفي، راجع طبيبك، فقد يكون قلبك مكسوراً. Thank you.